Ana yüzük. Okay. Ya yüzük miyiz? Kaç para ya kaç? حير 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 عشان نوديل ما معش ما قاريش مقاريش مقاريش ها ما قاريش ما ما قاريش سهران 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 بايا اي بسم الله والله هادلي عادو ماتسيهين دمانتود واسيبان وعن كرواهو كليه انان كو كرليه دور ارين ارين تن عيدمادة ماشي لقيي انان باهي لوقبين والله تلمامي لكن وحان رواه انا هوست كحريقو وجيدة لوقيي وجيدة لوقيي ومد الصوماليات عادو ودرك سنتاي بريهم بودن كوا حكا سعودي وحلا بابو متقعنا كراس لبابو دورش لغو شبتو تي او لو تفحيتي ايارتو مقطع وحا انتاس دير ان مقالة حسيلون وان لبك جرين او متقعنا دورش او ديار قرودي عيد ما قادو فربادان لقي قارنا او سعودان دي لذاس عاو مجال ده ولا قدر هم وحنا لسعنا إن مجال ده عاو طريق والبا يمال والبا ضد كي دفاع وجرار وأنا سيب دره إن عيدا كي ضلك دفاع لقى قال ضد كي لقى جيف الله إن لقى جيف وايو وطريق هذا دفاعش لقى قال وأنا سيب دره محيي لي وحال النادي مقال بلوين دحديده ان عاوه قادمه اي سمينايان ان ددك شلي مظاهرات هاي لا ربا ان هوب دغ لو سمي هوبك لا دغ لا ربا هدي رونت هاي هدي بنت هاي ان كستو ددك اد او بدينايان ان وركاس رون يحي ددك غدودا غلي وحا غلي اولاد وحا غلي دفاع ماشي كود دنبين سو دقا نوعاس يو استان نوعاسنا واو ذا قرنين وحن ربا انان تلمامو مسؤولية دا ماشي اي فولي دونت وحن ربا مسؤولية دا قفكو قوين انان سارو قفكو قوين مسؤولية دا سارن تاي و رئيس الوزارة ودنك رئيس الوزارة ودنك وحو شرعيي تليو البناء وأفكيس كيرسي سب بابليغا إن عيد ماذا إذن سياسة قل هذا وحا موقته إن عيد ماذا سياسة كجران إن جنرال دي أي مالاها وريغا يان أي هوليه سياسة دقا عانتا لقالين وحا موقته ما أنت إن عيد اللوت دابولي ولقي أو أي كهول قل عيان فلال سياسة دي برايم مستر كوحان ربنا تلابدي سينا عرقل وحان ربنا قوان كيسي يفعل كيسي إنو إسوافجي براي منسترك وحان ربنا مركو انتاس كل دقاغو إنو كجي افتتاقي عردين مقالة بلدوين وعد بتوتي سياسة قرر عنا مدلقو مامولاي ما سيئات كيسان كرتو حدنا ماشا للاق آدي قرقا لغسي توراي marka prime minister ka waxaan ku dhiri gelinaynaa in uu arintaas tilaba cad ka qaado jananada diray ciidankaas wax allaale wixii hanti iyo naf dib gaaro si shakhsi ah ayaa u daba istaageena si shakhsi askari laga keenay meel fog dibku u geystay anaga ma naqaan laakiin jananka diray iyo taliyaha wato ee amarkaas guracan qaatay waxaan u sheegaynaa ummada Soomaaliyeedna markhaati uga dhigeynaa inaan meel fog la gaarin haddii aad moodeen muddada gaaban oo waqtigan crisis lagu jiro in wax ku yaraan lana iloobayo waxaan rabaa inaan idin sheego reer Hiiraan wax ma iloobaan
تلياشة سرسرة عيدن خاصة حق دلك الصومالية أدواء يبيحي وحان سعد وشينا وحي بلدوين أسكري حق دلك الصومالية وكجست إن ستوسا ستوسا عد مسؤولية ديت وقادسان ليس كغين حرين وحان خربا إن أنت وجود بو مامول كهير شبال معنى ما سمعنا سو عيدا ما دبد لغا كياني إن أي مسألة سياسة ديت قدهنا أي حاليا دان تياري أسعدان وين كراس بوبان مركي بوبان تيران يدا يدبعت هذا يا أركوت على هذا دتك أديدينك مسؤولك أتهين يدينك أي يدينك تجاه وحان إذا كوانا نعيا إن كوان تودان هدا جوكتيد هيران يا هدا جوهر جوكتيد صعد وحيت هذا ولا ضاغي يعني لا دعرون وانا قاعد عدون هيجي ساعد عدون سافقر قاعد عدون مالو كل جور لما تجوا ها اسكت ديننا إن ضد كب حسن هيران عاد نفكر هذه سان معنا ما سمعينس وعيسيف وجين سو وانا يشرفت وحن ربع أنت عاد أيضا نوع عصو كلا صد أبو ليسان إن عاد كشق ليسان إن أبارها يدبعت هذا يوم هو دبك تاجنا شعب كهيستو أذيك هذا باللودان وأنا علاط كشقينان يينا وأذيكتان قف كراس رادناي بل وحا أتقف كراس رادناي وأذيكت ومدى هذه الشعب كاغا أكوك تكتان وحا كوك اللي فعني جا معركاي شعب كاغا مانتو حقوب باهنية هاي إن لو أذيكو حقوب باهنية هاي إن عبارت اللي جدتا كلاي ومباهنا إن رساس يويل دل لوسو توبري لغو حيو ee marka maalinta dambane meedkiisa soo daldashaan umadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan marxaati uga dhigo colaada laga abuurayo beldweyne inay marxaati ka ahadaan wa billahi tawfiq marka iska wareysanay xukuumad ahaan ra'iisul wasaaraha marka arintaas iska wareysanayna xukuumadda kulli waxay ka soo saari doonta arinkaas go'aan ay ka soo saari doonta arintaas maartay qaabka ciidankaas meesha ay ku tagen iyo ujeedooyinka ciidanka loo geeyay kulli xukuumadda arintaas ayaa ku xisoo saari doonta talaabo arintaas ku wajahan marta haddu ilaahay idmo arinkaasna waa arin aan la isla ogeyn waa arin maartay xukuumadda aysan ka warqabin ma aha maadaama ay doorashooyinka iyo nabadgelyada ay u xil saaran tahay xukuumadda iyo ra'iisul wasaaraha oo mas-uuliyadeedu koowaad leeyahayna aan lagala tashanin uusna ka warqabin arinkaas marka waxaan leenahay go'aan ka soo bixi doona xukuumadda kulli soo saari doonta insha Allah haddu ilaahay idmo annagana waxaan leenahay arrin aan ka warqabnay ma aha meeshana ma aha meel u baahan in ciidan maartay arrinteeda lagu xalliyo ciidamadaas waxaan leenahay in howlaha loogu talagalay oo kale ay ku soo ekaadaan maartay joogaan meelaha loogu talagalay xiriyahooda iyo shaqooyin kale oo loo igmaday marka ma aha arrintaas arrin hadda colaad ka taagan oo argagixiso iyo dhibaatooyin kale oo hadda beledweyne gudihiis ka taagan ma jiraan kacdoonno iska siyaasadeed ayaa jira kacdoonnada siyaasadeed waxay u baahan yihiin in nabadgelyo lagu xalliyo iyo wada hadal dadan wax xil saaran howlaha dadku waxay leeyihiin dhaqan ay leeyihiin wadayaal dhaqan ay leeyihiin waxay leeyihiin ugaasiin leeyihiin siyaasiin leeyihiin wada xaajoodina ku dhamaad doonta arintaas marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi diyaar waa diyaar بسم الله وحن عاوة ربنا إن كهذا النوان ما أنت سوء إماني ساعدة بدن عن سلا سعنا أنيق إيو ولا لها هي صاحبة ذا وزير ذا إيو حلبان ذا سياسيين تأه إن كهذا النو قد يدي عاد مقشين أو سوشيال ميديا هميل وضن ميل بدن كدات سنة أو هذه عيدة ماذا لقد جي ساكت والمجال ذا بلد وين وحقيقة إلى حدنا si official cid ugu hadashay aanay jirin magaalada balad weyn markii ka degeen ciidamada saaka waxa suuq la soo galiyay in ay shakhsiyaad ay protect garaynayaan oo kursigiisa raadinayaan iyo wax aanan macno lahayn ku tirkuteen farabadana laakiin waxa is soo tartay in ay si official meesha ku tagin oo waxa la sheegayo shakhsiyaad ay u socdaan waxa la leeyahay dhibay wataan waxa la leeyahay
إنه وح كجيران قبل كاسي دولة قبلت كاسو محمد حوينا كاه مد حوينا علي جود لابه وحنا كور قبنا إنه وصل سي أوفيشيال إلى حد أنا وصل واحد لين أما وصل وقور قبين رئيس الوزراء هدلك ودور الشدقة بالسن هي خاصة أرمها أمني جنة وحنا كور قبنا إنه وصل كور قبين مركو غوري سبحان ربنا الله بدو ضبا رئيس الوزراء هي مد حوينا هرشبيلة إن أن ودرنا باقة إن هرت عديان موقف كذا ويسكبري إعلان ويعديان إن وحاسي وحشغل كليهين أنا لهن مركو الرئيس مركي حقنا وحن كربنا تلاب تصحده كج آدن إن كقطع وقذب أنا جانا سيدو كله وحن ربنا إن عديانه ومدة الصوماليات يجارهان دتك رهيران وحلا دي دنيا هي ما هين شلي مظاهرة ما جاردة كجلسة ولا سعطان مظاهرات كاسي قريها سي هوب كاس أدركتين مرنا ومجرين لقصوا بلاب كعذوت كي وهجامين أي جنرال أبو كرحوت أو بدل إيطاليا نور دارة مرنا بأفكار كما صابحين مرة من من أقولن دارش إن بلدنا كده عدو أرك أسوح أسكوا فقسن معها قبيل كان هدا عن سجوني أو هذا النمج عيسى رهيران ير يوين تايتل كستوه سين غير جدود كستوه يعني وحي أقول ليهين أسكوا فقسينهن يردقن يعد كستي أقويهن رهيرانا وحي عطسانيان أو يرابان أو يرالكيهن أو يسد ياريان شان إلا باتن كورسي أو لو أستي أو شرعيان لو أستي مغالدة بلدويني إني كرد عضو سيدو كلو حان آمين سننا هاي أونا كورقبنا مامول كسر أهير شبال هجرتو مامول حوما يسو تفاهم هجرتو أو شالي بمدحوين أهير شبال إنو مغالدة بلدويني إنو تقعو الربي آينا سورو بوايسي هجرتو لكن وحان آمين سننا هاي إنتر أنغا أفكو ذا كما قلنو أو أي كوع العليان إني جعليهن ديار نويهن دورشاد إني تكتو وحا مركا ماشا كجرو وحا وي وركي حاجة موسى نين ما تقانا دقاقة سينت كو وريجينا يو أو دهيو أو كو أرقا جحينا يو ماذا حوين محان عبدالله فرماجو وقتكي سوق دماذي أرهن كاسي قصو كججيدا إما إنو وح كدعو أو دورشاد كدعو وإما أو ماشا فوضا كسامايو مناسبة هي السبب كلو عيدن كاس لوجي أنا ما أرقنو وعرنا مركي إنان مركلة هي مركلة كوباغنو عيدن كاس هي أذاها أي خصيصو غاشان ديقا وانا أرن كان وارن سياسة ديت وانا كور قبنا قولها وزير هذا أما قارهان وزير كي أرمي أقودها وزير كي أوريه إيرانا وزير كي أمنيقا وزير كي غاشان ديقا كل يودنا نكور قبن وحان عدساننا مركة تلياش أرن كاسي كو ترارحي إن أنا يفيدن قوني أياق أنا حنبار سنين ودوني آخرو لب أنا شغل كلهن أنا حنبار سنين وحان فرينا وحان عدسانينا وحان كوباقينا عيدم كاسي سيدا أقول دقسيها بادن لغا سوقاضو وقت بادن مرة من إنان قابنو بالريح اللي غان كهر وحان عدسانينا أنو رجينينا اسبدل قبل كاسينا كأرقنو هداي داع دا مركا إن سيدي لوغو تلقالي إي عدسيغين إي باقينا أي فولين ويسو جهاد كي كوشا قادلها هاد ماشا سيوحي كدا عودياشي قهرين ويدا هاني مسؤوليات دا وحا قاضي وعدي كم مسؤول كي دو قاضي وانا كوعلينينا مسؤولين ترى هير شبالة مدحوينها وجوه الرئيو رئيس الوزراء دلك وجوه الرئيو وحن هبنا ونكو كل صون هاي في دنا داس اللي بده بكاس إن أنا شغل كل هين كان ورقة بين إن إسكبري يلان هذا دم حسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلام كديب ما أنت وحن يلان كلن اللي عنا ذا إيه سياسيين تبعش حوادله حمر جوجي كلن كاس أو كأدنى أرمها كدا عي بلدوين مرتحالها كأبورن وإذا ما دمش اللي جي يأه دوت در يفلنغين در كديب وحن أرين تاس ماركتي إسلق جرقني إن هاين إذا كاس إذا مش ما دام حالات كأبورن تهي ودبتوين مدر كجيت ما إجران السياسات أيسن أوبهنا إذا الوحى ليه مد اللبات وحان رادني أنا أو كم إذا حكومة دا وزير كرمه جودها دولة فدرالكا يو رئيس الوزراء ها أرين كاسمر كاسك ورئيسني أنا قرنا أنا ورئيس الوزراء هو تقني أرين تسمعها أرين أي حكومة دو كور قبته أو أيضا كاسمش اللي يو وجدة اللوجي يسابت اللوجي مد معها أرين أي رئيس الوزراء يو حكومة دي سمد كور قبان وحان مركا أرين تسلنا هاي معها ماشة مد وباهن إن أيضا الوحليو أرن تكتاعن بلدوين وأرن أباهن معركتي خلاف كسياسي ذو جرين وهذا اللي هو الحاجز الغرنا مايو أرن ما هدور شوين كان سين بتجلي إنه قدر عن ماشاس مركا أرن كاس معها أرن
oo laysla ogaay oo ciidan meesha in la geeyo oo xukuumadda ay ka warqabto ma aha. Taliyaasha ciidamadana waxaan leenahay maaragtay inaysan ku degdegin oo aysan tallaabooyin iyo wax doorashooyinka fadqalala u keeni kara aysan qaadin oo dhimirqabka iyo wanaagga laga wada shaqeeyo. taasna ayagan maaragtay fariin ahaan aan meeshan rabnaa inaan uga gudbino. Wixii kale oo arrintaas ahna waxaa maaragtay dhammaystiri doono xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kale oo maaragtay beesha oo maanta aan meesha ku wada shirnay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi. Muuqaalka weyneed aheeday waxaan shir ugu jirnay xaaladda kasoo cusboonaatay magaalada Beledweyne ay ugu horeyso ciidamada sida lama filaanka ah oo dhiilada loo geeyey meesha. annaga waxaan rabnaa inaan guud ahaan cambaarayno ciidanka meeshaas la geeyey, na aan muujino dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka inaan annaga siyaasi ahaan arrinkaas aanala kala tashan, raallina aan ka ahayn. ciidankaas meeshaas uma tegin qaraabo salaan, uma tegin doorasho inuu hagaajiyo, uma tegin shabaab inuu la dagaalamo, balse wuxuu u tegiyey in sida la socontaaba xilliga hadda lagu jiro waa xilli doorasho. shaqada dalka taalla oo dhanna waa shaqo doorasho. kuraas fara badan inay meesha taalla waad ogtihiin. ayagoo ka faa'iidaysanaya isqabqabsiga iyo isfahamwaaga ka jira reer Hiiraan, qaasatan reer Beledweyne iyo macnaha maamulka Hirshabeelle ee madaxweyne Cali Guudlaawe uu horjoogaha u yahay ama uu madaxda ka yahay, ayay ciidankaas meeshaas geeyeen. ujeeddaduna waxay tahay in kuraasta meesha taalla lagu soo boobo, ee in ammaan iyo xalsilooni lagu soo dabaalo deegaankaas ma ahan. kow, waxaan uga digaynaa dadka ciidanka meeshaas geeyey in ay ka joogaan falalka qorshahooyinka qariban inaysan meeshaas uga hirgelin waa inay ogaadaan. go'aamada qaldan ay qaadanayaan waa in ay ka joogaan meeshaasna inaysan uga darin. hadda abaaro ayaa ka jirta, daruufo adag ayuunu dadku ku nool yahay. meeshii la rabay dadka in gargaar loo fidiyo oo wanaaggooda laga shaqeeyo, haddii khilaaf jirana in laysku soo dhoweeyo ay aheeday, oo baggooda burco laysku mariyo, oo ii sheegeen maxaan ku dhahaa wadahadal la dhex dhigo, in arrinkaas ciidan loo isticmaalo arrin la aqbali kara ma ahan. cadowga Beledweyne gudihiisa joogaana ma jira, cadowga Beledweyne banaankiis ayuu jira, waana shabaab. tan kale waxaa la rabaa sida la socotaan, annaga waa jeclaynay maamulku inuu midoobo, madaxweyne Cali Guudlaawe meesha uu tago, laakiin waxaan rabnay talo dadka deegaanka ama talo xawaale, go'aan xawaale, rabitaan xawaale, meesha inuu ku tago iyo isfaham guud ahaan Hirshabeelle dhexmara iyo maamulka Hirshabeelle iyo Hiiraan inay dhexmarto. saasaan jeclaynay. ma dhicin maantay soo gaartay, waana ka xunnahay in mar hore isfaham la gaari waayey. maantay waa nasiib darro in lagu fikiro. kow, wixii muddo wada hadal lagu keeni waayey in xoog lagu fuliyo ama xoog lagu marmarsiiyo, lagu meel marsiiyo, arrinkaas arrin la aqbali kara maahan. madaxweyne Cali Guudlaawen waxaan leenahay yaan iyadoo lagu marmarsiinayo meeshaas lagu geynayaa. xaaladda muddad ka dhowrsanaysay ama ka xeeladaysanaysay in gacalka hadal iyo xoog military meeshaas lagu maquuniyo oo aad ku tagto, taladaadii hore kusii joog, nabadoonnimadaadii hore kusii joog, dirqi meeshaas ku aadin, cid kugu geyn kartaana ma jirto. tan kaleetana waxay tahay meesha waxaa tagay nin la yiraahdo Biixi oo xoog gada ku haysta, kana gooyey jubbooyinka intooda kaleeta ama Jubbaland inteeda kaleeta, oo micnaheedu tahay qabiilka Farmaajo ayaa degan iyo Biixi gado, waana diideen inay Kismaayo laga xukumo. sida gada ay u maamulaanay rabaan inay Beledweyne u maamulaan. taasna waxaan rabnaa inaan u sheegno in aadan xawaalo qaadanina, in aadan u ogolaanina Biixi inuu ka taliyo sida gada uga taliyo Beledweyne inuu uga taliyo, inaadan marnaba ogolaanina. Cali Guudlaawe iyo Hirshabeelle inteeda kale wax badanaa ida ka dhexeeya, waxaana la yiri ree hebel uu iskeen dila hebel ayay kaa daran. maanta meeshaas ayay joogtaa dadka doqonta ahoo laleeyahay reer hebel ay wax idii diidan, madaxweyne waxba idii ogol yahay, ninka wax idii diidan oo statuskiina ama sharaftiin hoos u dhigay oo shalay madaxweyne meesha ka eeday, madaxweynihii meel kale geeyey, oo haddii madaxweynuhu meesha kale aadeen caasimadda la keenay aheeda caasimaddii diidan, oo istaragjika dalkoo dhan meel aad dadkiina ama dadka reer Hiiraan ama xawaale meel lagu sheegay aysan jirin, horta waa Farmaajo. dagaalku wuxuu kala dhexeeyay waa Farmaajo. Cali Guudlaawe ma ahan, reer Hiiraan ma ahan, reer Shabeellada dhexe ma ahan. sida uu dalkoo dhan u qasaayo ayuuna u qasayaa, wuxuuna rabaa dadkan oo dhan deegaanka inuu isku wada horkeeno oo qayb iyo xukun uu ku joogo. haddana sida muuqata rajooyinkii uu ka qabay doorashooyinka guud ee hoos uga dhacday, meel uu ka qaso
ayuu rabaa inuu ka helo meeshiin wuxuu rabaa bilow inuu dhigo balad weyn anaga waa cabaareynayna een waxaan leenahay askartaas meesha laga soo celiyo dadka balad weyn marnaba ma ogolaanayaan sida anaga aan aaminsanahay wax aysan raali ka ahayn inagu sal duleeyo oo lagu qasbo taariikhna uma lahayn weligoodna soo ma yeelin haddana ma yeeli doonaan waxa taagan oo hirshabeelle iyagu dhexeeya nabada lagu dhamayn karaa nabada lagu dhamayn karaa annagana diyaar aan u nahay dadka deegaankuna diyaar u yahay cali guulaawana diyaar u yahay ayadoo leeyahay cali yaa meesha la geeyay xoogaa lagu geynayaa hoostaasna yaanan la isku soo hadal qaadin waxaan rabnaa doorashada meeshaas doorasha ka jirta dadka deegaanku ma diidana dowladda dhexe ma diidana hirshabeelle haddii sharaftooda iyo miisaankooda looga ogolaanayo ma diidana waxaan jecel lahay marka arrinka ciidankaas in laga soo celiyo meeshaas haddii kale oo laga soo celiyo waa lagu adkaysto cawaaqibkii ka yimaada dadka geeyey ama codsaday in la geeyaa mas-uulka waana mahadsantihin marka hore waxaan salaamayaa xildhibaanada iyo wasiirada iyo akhyaarta iyo saraakiisha kasoo qayb gashay shirkan jaraa'id iyo wadatashigan looga tashanayo arrimaha masiiriga ee ka jiro magaalada beledweyne waa salaamaya marka hore waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ujeedada aan isugu nimid markii xalay magaalada beledweyne lagu dheelmaday oo ciyadana aan la ysla ogeyn ay tageen beeshan dadka siyaasiyiinta ah ee kasoo jeedo shiray isugu yimaadeen shirka markay isugu yimaadeen waxaa u yimid wasiirka arrimaha gudaha war wasiirka arrimaha gudaha adigaa eh ciidamada ku dheelmaday beledweyne ka warba ka haysaa wax warhun ka haya malahu yidhi waxaa kadib tashigeeni kasoo baxay warmar hadduusu wasiirka warkaheen prime ministerka aan u tagno prime ministerka wuxuu yidhi wax warhun ka haya malaha marka ciidanka beledweyne la geeyey ee xal lagu dheelmiyey oo xildhibaanada kasoo jeeda gobolka hiiraan aysan ogeyn oo xildhibaanada kasoo jeeda beesha xawaalde aysan ogeyn oo wasiirka arrimaha gudaha uusan ogeyn oo prime ministerka uusan ogeyn ujeedada laga leeyahay iyo danaha laga leeyahay qof kasta wax garad wuu garan karaa cidda samaysayna ujeedada ka leedahay waa la wada garan karaa magaalada beledweyne waxay leedahay taariikh dheer soomaaliya way taqaanaa qaroon caafiya kusoo duulay guul kama gaarin qaaxa bixiya kusoo duulay guul kama gaarin ina cabdulla xasana kusoo duulay guul kama gaarin maxamed siyaab rea dhaga baceer iyo u diray dadka ogtiin guul kama gaarin cidda hadda ciidamada u diraya soo rabta habeenkii inay ku dhalmatan iyo biixi iyo dadka la midane wax guulahay ka gaari karaan ma jiraan dadkaas waa dad la yaqaan deegaankooda yaqaan danahooda yaqaan qab leh soomaali qaybtii kuleeyihiin yaqaan waxaan leenahay dadka ciidamada u diray ciidamada uusan wasiirka arrimaha gudaha ee beeshan sida gaarka u matalo uusan ogeyn oo prime ministerka dalka uusan ogeyn nimanka geeyey waxaan leenahay ha ka soo celiyaano waxaan leenahay si walaalnimaa oo ehelnimahan u leenahay odawaay iyo biixi waxaan leenahay ha ka soo celiyaano ciidamada ay ku dheelmeen dadkaas abaaraha iyo kuleelka iyo dhibaatada ku jiro ee degan magaalada beledweyne hadday ka soo celi waayaan mas-uuliyaddii ay ciidankaas wax alla wixii dhibaato ay sameeyaan iyo qofkii dilaan iyo dhibkay geystaan waxaa mas-uul ka ah jenaral odawaay iyo jenaral biixi iyaga ayaa tiriyaasha ciidamada ah ciddii u dirtay hadhow waa uga bixi doontaa ciddii u dirtay siyaasiyiintii la ogeyd arrintaa inay fuliyaan waxaan aaminsannahay inay ka bixi doonaan mar hadduu prime ministerka uusan la ogeyn wasiirka arrimaha gudaha la ogeyn wasiirka amniga uusan la ogeyn waxa waaye wax marag hoosteed lagu sameeyo waayo waa dad beeshan waxaan leeyahay dadka ka mid ah dadka ujeedada gaarkaale gacan haatina ee beledweyne geyna ee dhahaayo maxay ahayd wax kastaa laga samayn karaa meeshaas meeshaas meel wax kasta laga samayn karaa ma ahan waa ogtihiin inuu cali dhaga baceer cid kastoo tagtay guul kama keenin intaas waxaan leeyahay ciidanka dadkii geeyey iyo ciidamada tirayaashooda ayaan leeyahay hirshabeelle waxaan leeyahay madaxda hirshabeelle annaga waxaan rabnaa dadkeenna iyo dalkeenna sida ay nabad u yihiin isteedyada kale iyo magaalo madaxyada kale iyo magaalooyinka kale in sidaasoo kaleenta ay dadkooda u dhowraan ay xurmeeyaan waxa ka dhacay guurceel waa ogtihiin wixii lagu sameeyey wax lamida in beledweyne laga sameeyo mas-uuliyadeeda waxaa qaadan doono maamulka dadka madaxda ka ayaa qaadan doono isteedka madaxda ka ah annaga waxaan leenahay xildhibaanadii hadda waqtigoodii dhammaadayaan nahay oo hadda doorashada aadayay weli dalka annaga xildhibaano u ah waxaan leenahay dadka idinka waa ladi doortay hirshabeelle tihiin madaxda hirshabeelle madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay war dadku waa dadkiinnii u naxa waxa baritoole imaan doona waa taqaanaan baritoole qof kasta qof eeda ku riixaysaa dadkaas waa dad nabadeed waa dad raba in wax lagu qaybsado si isla eg waa dad raba in wax lagu qaybsado power sharin yaan la dirqinin oo waxaysu ku habooneyn yaan la saarin madaxweynaha hirshabeelle waxaan leeyahay reer beledweyne kuma diidana walaalaa tihiin ehelaa tihiin cali guudlaa xuseen waa laga jecel yahay beledweyne qofna ma jirto aan siyaasiyiintu waxay ogleyn inuu tago
لكن ظروفها يجرو إن الدراسية لو بهاي محا على جود لاوي أو تجلا أيها داتكم محاية السنة يان محا ماشة كجرو ست لبل لوم وجهين وحن لا يمامل كاس وحن لا يهرش بله يو مدحوين على جود لاوي إن ست لبل دراسية يان أي سنة سكوها لين عدد ملتري عدد بوليس عدد هرم عاد عدد نن كلا أو دنا كلا أوجي ماشة جي على جود لاوي مدحوين ويا أو تهرش بله ولا تقدون تا وقت إلهي إلى هذا تقدون تا داتك هذا ونح واحد جوهر دورشة كاس عتمد لمد إني بقول لك على لا بهاي هاي سيدا أي جوهر وقابس وقابس صانته وركات أدل جيستا جوهر دورشة سيقعد على سيل لمد إني بقول لك على ربعك جوهر سيدا وقعد على سيل لمد إنو قعد على ربعنا داتك أو س عدل وتختمان ربعنا جوهرنا إن قعدت مدي يقول قوم عمله بلد ويننا بدي يقول قوم عمله قف أن كيالي إنما جيت أنا كا آدي هذا وما حسنتهين داتك وقت ليرجع سوق لي مصالح دان وريه دان وحلا ياهي dadka xildhibaanada iyo wasiirada reer Hiiraano isku qadiyadaanahay isku dhibaataanahay reer Hiiraanimadu ha shaqeyso alle soo gurmado aan shirno aan wada tashano aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh